السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده على حسب طلب واحد كاتب لي في كومنت وهيفيد برضو بعض الناس، الابلود والداونلود في الراوتر. علشان نكون متفقين كده وبرضو مش هطول في وقت الفيديو، ان الابلود والداونلود هيتعامل مع الشركة، لان الشركة ممكن يكون الخط الارضي بتاعك اقصى مثلا 15 ابلود او 15 داونلود، 15 ميجا، فانت تروح تتعامل مع الشركة. بس في الفيديو ده هقولك على طريقة وتشوف الفرق بين قبل كده وبين دلوقت. اول حاجه انت بتدخل على الراوتر بتاعك عن طريق انك تربطه بكمبيوتر او بتربطه بالتليفون، مفيش مشاكل، وبتكتب الايبهات اللي هي موجوده قدامك دي 192.168.1.1. بعد كده بروح على الصفحه ديت وبكتب اليوزر نيم والباسورد اللي هتلاقيه موجودين في ظهر الراوتر، تلاقيه مكون تقريبا من 10 ارقام ل 14 رقم. بعد كده بتكتب اليوزر نوم، مثلا انا عندي هنا فودافون، لو انت بتشوف اورنج او وي او زين شوف انت بتتعامل مع انه راوتر. بعد كده بضغط على لوجن، بنتظر شويه لحد ما يظهر لي الصفحه زي ما انت شايف بالشكل كده، بضغط على هوم نتورك. زي ما انت شايف انا ظهر لي الاجهزه اللي هي متصله عندي بالواي فاي، طبعا انا بتجاهل كل ده، بس اللي عليا اللي انا بروح على الاولان سيتنج بضغط عليها. بعد كده بضغط على Advanced Setting. تعالوا هنا للصفحة، والصفحة دي مهمة جدا وهقول لك الشرح بتاعها كده حاجة حاجة وبالتفصيل زي ما انت شايف هنا. لو انت مثلا Transmit Power، Transmit اللي هو مدى البعد للإشارة بتاعتك، انا بخليها 100%، انت خليها أقصى حاجة زي ما انت شايف هنا كده. قال لك انا عندك الترانس مود، لو انت عايز تخفض السرعة بتاعتك، لا عايز تتحكم فيها زي ما انت عايز من هنا. طبعا وفي الفيديو اللي فات او هتلاقي في البطاقه اللي ظهرت لك فوق ديت هتلاقي الفيديو اللي هو ازاي تتحكم في الباقه بتاع الانترنت بتاعتك. انت عايز تخليها اعلى سرعه بتخليها داونلود زي ما انت شايف بالسرعه دي كده. عندك هنا الشانل اللي هو ترددات، ترددات هي لو هتلاقيها معموله عندك اوتو، انت عاملها مثلا رقم 11 ممكن تعملها رقم 1. ممكن حد يجي يقول لي او يسالني انت مش معنى عملتها رقم 1 او عملتها رقم 11، ده بيتحكم في الترددات، يعني كل درجة ليها تردد معين، فانت حاول من 1 لحد 11، من 1 لحد 11. طبعا هنا الباند ويس اللي هو الباقة بتاعتك او التردد بتاعك خليه من 20 ل 40 جيجا هرتز، ميجا هرتز عفوا، دي بتخليها لونج زي ما هي. بعد كده بعمل سيف، انا بخلي الاعدادات بتاعتي زي ما هي كده، بعمل سيف على طول، وبروح عند الراوتر بتاعي في ظهر الراوتر بضغط على الزرار اعمل ريستارت او بشيل الفيشه وبركبها تاني بعد ما اعمل سيف. كده انا خلصت شرحي وقارن بين النت ابلود وداونلود قبل كده وبعد ما انت عدلت الاعدادات اللي انت شفتها حالا. لو احتجت اي حاجه كلمني في الكومنت هرد عليك ان شاء الله، ولو في اي مشكله هتلاقيها في الرابط اسفل الفيديو كل حاجه احنا اتكلمنا عليها، واشوفكم الحلقه الجايه، مع السلامه.